السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات، الدرس الثالث من الوحدة 13، الأنماط تكرار الأشكال، الجزء الثاني. أهداف الدرس: إنشاء نمط أشكال يتبع قاعدة محددة، توقع شكل ناقص في نمط معطى. نستذكر ما تم إعطاؤه في الفيديو السابق: كيف يمكنك استعمال نمط متكرر لتوقع شكل ما؟ لتوقع شكل معطى من خلال موقعه في النمط، اقسم رقم الموقع على عدد الأشكال في النمط المتكرر، واستعمل باقي القسمة لإجراء التوقع. ننتقل إلى مثال آخر، صفحة 345 في الكتاب المدرسي. اكتب الأعداد الثلاثة التالية في النمط المتكرر، ثم اذكر العدد الذي ترتيبه 100 في النمط. القاعدة: 1 3 5 7، 1 3 5 7، ثم يتكرر النمط 1 3 5 7، ثم يتكرر النمط 1 3 5 7. الآن سيتكرر النمط وفق القاعدة، إذا العدد التالي سيكون 1 ثم 3 ثم 5. يوجد 4 عناصر في النمط المتكرر حسب القاعدة 1 3 5 7، إذا عدد العناصر 4. لإيجاد العدد الذي ترتيبه 100، أقسم على 4، أقسم العدد 100 على 4. كما تلاحظون، نسأل كم 4 موجود في 100؟ 25 والباقي 0. إذا يتكرر النمط 25 مرة. إذا العدد الذي ترتيبه 100 هو 7. يمكن أن يتألف النمط المتكرر من أشكال أو أعداد. ننتقل الآن إلى تدرب موجه، صفحة 345 في الكتاب المدرسي. طبق فهمك. التمرين الثالث. الآن أوقف الفيديو، حل التمارين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت. لنراجع الإجابة سويا. طبق فهمك. التمرين الثالث. اكتب الأعداد الثلاثة التالية. القاعدة هي 9 2 7 6، 9 2 7 6، ثم يتكرر النمط وفقا للقاعدة 9 2 7 6. الآن يتكرر النمط من جديد، العدد التالي 9 ثم 2 ثم 7. ننتقل إلى تدرب مستقل، صفحة 345 في الكتاب المدرسي. التمارين من 4 إلى 7. الآن أوقف الفيديو، حل التمارين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت. لنراجع الإجابة سويا. في التمارين من 4 إلى 7، أرسم أو أكتب العناصر الثلاثة التالية لمتابعة النمط المتكرر. التمرين الرابع. القاعدة هي مربع مثلث مربع. نلاحظ الشكل الأول مربع، الثاني مثلث، الثالث مربع، ثم يتكرر النمط. الشكل الرابع مربع والخامس مثلث، ووفقا للقاعدة سيكون الشكل السادس مربع والسابع مربع والثامن مثلث. التمرين الخامس. القاعدة هي أعلى أسفل يسار يمين. لاحظ الصورة، الشكل الأول أعلى، الثاني أسفل، الثالث يسار، الرابع يمين، ثم يتكرر النمط. الشكل الخامس أعلى، وعليه سيكون الشكل السادس أسفل، والسابع يسار، والثامن يمين. التمرين السادس. القاعدة هي 1 1 2.
كما تلاحظون العدد الأول 1 والثاني 1 والثالث 2، ثم يتكرر النمط فالعدد الرابع 1 والخامس 1 والسادس 2. الآن يتكرر النمط مرة أخرى وعليه يكون العدد السابع 1 والثامن 1 والتاسع 2 وفقا للقاعدة. التمرين السابع، القاعدة هي 5 7 4 8، كما تلاحظون العدد الأول 5 والعدد الثاني 7 والثالث 4 والرابع 8، ثم يتكرر النمط العدد الخامس 5 والسادس 7 والسابع 4 والثامن 4، ثم يتكرر النمط التاسع 5 والعاشر 7، وعليه يكون العدد الحادي عشر 4 ثم 8 و5. ننتقل إلى تدرب مستقل صفحة 345 في الكتاب المدرسي، التمرين الثامن والتاسع. الآن أوقف الفيديو، حل التمارين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت، لنراجع الإجابة سويا. في التمرينين 8 و9 حدد الشكل أو العدد المعطى في النمط المتكرر. القاعدة هي التمرين الثامن، شجرة، تفاحة، تفاحة. ما الشكل التاسع عشر؟ الشجرة هي الشكل الأول والرابع والسابع في النمط. مواقع الشجرة هي أكثر بواحد من مضاعفات العدد 3. 19 قسمة 3 يساوي 6 والباقي 1. لاحظ أننا قسمنا على العدد 3 لأن عدد الأشكال في النمط هي 3، شجرة، تفاحة، تفاحة. إذن الباقي 1. يتكرر النمط 6 مرات ثم يظهر الشكل الأول في النمط المتكرر، وكما نعلم الشكل الأول هو شجرة، إذن الشكل التاسع عشر هو شجرة. التمرين التاسع، القاعدة هي 1 2، ما العدد الذي ترتيبه الثاني والأربعون؟ لاحظ العدد الأول 1 والثاني 2 والعدد الثالث 1 والرابع 2، ثم يتكرر النمط هكذا. لاحظ أن مواقع العدد 1 تمثلها أعداد فردية. لاحظ مواقع العدد 1، الموقع الأول والثالث والخامس والسابع وهكذا. أما العدد 2، مواقع العدد 2 تمثلها أعداد زوجية، الموقع الثاني، الرابع والسادس والثامن وهكذا. وبما أن 42 عدد زوجي، فإن العدد في هذا الموقع سيكون 2، لأن مواقع العدد 2 تمثلها أعداد زوجية. ننتقل إلى التمرين العاشر والثاني عشر. الآن أوقف الفيديو، حل التمارين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت، لنراجع الإجابة سويا. ممارسات الرياضيات وحل المسائل. التمرين العاشر، أنشئ نمطا متكرر باستعمال قاعدة مثلث مربع مربع. ننشأ النمط، الشكل الأول مثلث وفقا للقاعدة، ثم مربع مربع. الآن نكرر النمط مثلث مربع مربع، وهكذا نكرر النمط وفق القاعدة مثلث مربع مربع. التمرين الثاني عشر، ابحث عن العلاقات. أنشأت سارة نمطا متكررا باستعمال الأشكال أدناه. القاعدة هي دائرة مربع مثلث. إذا استمرت سارة في النمط فماذا يكون الشكل الحادي عشر؟ لاحظ النمط دائرة مربع مثلث، دائرة مربع مثلث. عدد الأشكال في النمط 3 ونريد أن نجد الشكل الحادي عشر، إذا نقسم 11 على 3 وقسمنا على 3 لأن عدد الأشكال في النمط 3.
11 قسمة 3 يساوي 3 والباقي 2. يتكرر النمط إذن 3 مرات، ثم يظهر الشكلان الأول والثاني في النمط المتكرر، والشكل الثاني هو المربع. إذن الشكل 11 هو مربع. ننتقل إلى ممارسات الرياضيات وحل المسائل صفحة 346 في الكتاب المدرسي، التمرين 13. الآن أوقف الفيديو، حل التدريب، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت، لنراجع الإجابة سويا. التمرين 13، ابحث عن العلاقات. وضعت غادة خرزا على شريط في نمط متكرر، القاعدة هي أزرق أخضر أصفر برتقالي. هناك 88 خرزة على الشريط. كم مرة كررت غادة نمطها؟ القاعدة هي أزرق أخضر أصفر برتقالي. عدد العناصر في القاعدة هي 4، إذن نقسم 88 على 4. ناتج قسمة 88 على 4 22، إذن يتكرر النمط 22 مرة. ننتقل إلى التمرين 17، تقويم صفحة 345 في الكتاب المدرسي. الآن أوقف الفيديو، حل التمرين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت، لنراجع الإجابة سويا. التمرين 17، ما القاعدة التي تعطي نمطا متكررا يكون فيه المربع والشكل 15؟ اختر كل ما ينطبق. نستعرض الخيارات، الخيار الأول مربع دائرة، المربع فيه 15. مواقع المربع تمثلها أعداد فردية، وبما أن 15 عددا فردي فإن الشكل 15 سيكون مربع، إذن الخيار ينطبق. الخيار الثاني دائرة مربع مثلث، المثلث هو الشكل الثالث والسادس والتاسع في النمط. مواقع أشكال المثلث هي مضاعفات العدد 3، إذن سيكون الشكل 15 سيكون مثلث، إذن الخيار لا ينطبق. الخيار الثالث مربع دائرة مثلث، المثلث هو الشكل الثالث والسادس والتاسع في النمط. ومواقع أشكال المثلث هي مضاعفات العدد 3، إذن الشكل 15 سيكون مثلث، إذن الخيار الثالث لا ينطبق. الخيار الرابع دائرة مثلث مربع، المربع هو الشكل الثالث والسادس والتاسع في النمط. ومواقع أشكال المربع هي مضاعفات العدد 3، إذن سيكون الشكل 15 مربع، إذن الخيار الرابع ينطبق. الخيار الخامس شبه منحرف دائرة مربع، المربع هو الشكل الثالث والسادس والتاسع في النمط. ومواقع أشكال المربع هي مضاعفات العدد 3، إذن الشكل 15 سيكون مربع، إذن الخيار الخامس ينطبق. انتهى درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.